هدخل بقى على الكربوهيدرات ميتابوليزم. انا دلوقتي بقى عندي اند برودكت جلوكوز جلاكتوز فركتوز، عايز اشوف المصير بتاعهم في عملية الميتابوليزم. بالنسبة لعملية الكربوهيدرات ميتابوليزم هنبتدي بأول خطوة. عندي انا عندي جلوكوز دلوقتي في الدم، هيمشي في مسارين زي ما احنا اتفقنا، يا اما يحصل له اوكسيديشن يا اما يحصل له الاكسس هيتخزن. فنيجي نتكلم على الخطوة الأولانية اللي هي عملية الجلايكوليسيس. يبقى الجلوكوز عن طريق عملية الجلايكوليسيس في السيتوسول هيتحول إلى البيروفيت، هيدخل في الكونديشن التاني إن هو البيروفيت عن طريق الأكسديشن بأكسد البيروفيت اللي موجود عندي بحوله إلى أستايل كوإنزيم A، يدخل في السيتريك أسيد سايكل، ثم بعد ذلك الإلكترون ترانسبورت تشين عشان يطلع لي هاي إنرجي. المصير التاني ان هو ممكن البيروفيت اللي موجود عندي ده يدخل في ان ايروبيك جلايكوليسيس ويتحول الى اللاكتيت عشان يدخل في بعض الاماكن اللي محتاجه الموضوع ده، زي مثلا المصل الموجود عندي او الار بي سيز. وبكده دي خطوه ايه؟ خطوه ان انا اطلع انرجي. طيب لو انا مش محتاج انرجي بقى ابتدي اخزنه، فالاحتمال اللي عندنا اللي هو البنتوز فوسفيت باسوي. البنتوز فوسفيت باسوي الغرض منها ان تحول لي الجلوكوز الى بنتوز شوجر علشان طبعا تصنيع النيوكليك اسيد سواء دي ان اي او ار ان اي ايا كان. في عندي فكره تانية اللي هي عباره عن جلوكو نيوجينيسيس. جلوكو نيوجينيسيس غرض منها تكوين الجلوكوز من نون كربوهيدرات كومباوند. بعد كده الخطوه اللي بعد كده، يا اما ده انا بقى لو مش عنديش اي جلوكوز خالص موجود في الجسم، هقوم واخد الجلايكوجين انا مخزنه ده واعمل له عمليه الجلايكوجينوليسيس اللي هو تكسير الجلايكوجين، او جلايكوجينيسيس الجلوكوز اللي انا مش محتاجه هبتدي اخزنه الى جلايكوجين. يبقى اذا الفكره اللي ماشيه عندي، في عندي طريقين، في عندي فور انرجي من اجل ان انا اطلع طاقه في الايروبيك كونديشن او ان بريزنس اوف اوكسجين. عمليه الجلوكوز، الجلوكوز بيتحول الى البيروفيت، بعد كده دي بتتم في السيتوسول، ثم يدخل يعمل لي اوكسيديشن اوف البيروفيت عشان يكون الاستايل كوانزيم A، ده بتتم في الميتوكوندريا. بعد كده الاستايل كوانزيم A يدخل في السيتريك اسيد سايكل هيطلع لي 2 اي تي بي، ده برضو لسه احنا في الميتوكوندريا. بعد كده هيروح للالكترون ترانسبورت تشين اللي موجودة عندي او بتتم في الانر ممبرين اوف ميتوكوندريا عشان يطلع لي هاي انرجي. الفكرة التانية اللي احنا قلناها اللي هو الان ايروبيك كونديشن او ان ايروبيك جلوكوليسيس ان بريزنس ان ابسنس اوف اوكسجين، في عدم وجود الاكسجين البيروفيت اللي موجودة عندي بيتحول الى لاكتيت. هندخل على البارت التاني اللي هو عبارة عن ان انا مش محتاج دلوقتي انرجي، فبحول المركبات اللي عندي ديت لحاجة استفيد منها زي الهكسوز مونوفوسفيت باسوي اتش ام بي شانت او بنتوز فوسفيت باسوي بي 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 او فوسفو جلوكونيت باسوي. طبعا التفاعل ده بيتم فين؟ بيتم في السيتوسول. No ATP is directly consumed or produced in this cycle. يبقى مفيش ATP بيطلع لي في التفاعل ده او بستهلكه في هذا الايه، في هذا التفاعل. ودي نقطة مهمة جدا، انما انا بستفيد ايه من هذا التفاعل؟ بستفيد من البايوسنسز اوف الناد بي اتش والبنتوز شكر عشان يدخل في تكوين الدي ان ايه والار ان ايه. الجلوكو نيو جينيسيز هنا بقى بنبتدي نتكلم على البوزيشن، المكان اللي بيتم فيه التفاعل. فالاورجان بتاعتي هي الليفر، هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن السنسز اوف جلوكوز فروم نون كربوهيدرات كومباوند. يبقى انا ما عنديش جلوكوز في الدم عندي دلوقتي ومحتاج انرجي او محتاج طاقة، بعمل ايه؟ بروح اصنع جلوكوز من مركبات تانية نون كربوهيدرات. مين المركبات ديت؟ هي اللاكتيت والبيروفيت وجلوكوجينيك امينو اسيد بروبونيت جليسرول. يهمني جدا كلمة جلوكوجينيك امينو اسيد، يبقى مش اي امينو اسيد، لا ده من عيلة الجلوكوجينيك اللي هي عيلة الامينو اسيد اللي بتتحول الى جلوكوز.
بعد كده الجلايكوجين ميتابوليزم بتنقسم الى جزئين اللي هو جلايكوجينيسيس، تصنيع الجلايكوجين او جلايكوجين سينسيس بتتم في المصل والليفر. طبعا زي ما انتم عارفين ان الجلايكوجين هو الاستورج فورم اوف جلوكوز، فايدتها ايه وظيفتها ايه؟ جلايكوجينيسيس يبقى تصنيع، يبقى سينسيس اوف جلايكوجين من الجلوكوز، يبقى الجلوكوز موجود عندي ده ما عدتش محتاج طاقة، ما عدتش محتاجه في تصنيع الطاقة، فبعمل ايه؟ بخزنه في الليفر والمصل على هيئة جلايكوجين. طبعا التفاعل ده بيتم في السيتوسول، ده بقى يحتاج اي تي بي ويحتاج يو تي بي بجانب الجلوكوز اللي موجود عندي في الجسم. الجلايكوجينوليسيس او جلايكوجين ديجريديشن هي عبارة عن بريك داون اوف او ديجريديشن اوف الستورد جلايكوجين، ويهمني جدا كلمة ستورد جلايكوجين، الجلايكوجين انا مخزناه في داخل الجسم فين؟ في الليفر او المصل، برضو بيتم في السيتوسول. ايه اللي بيحصل؟ ان بيحصل ديجريديشن عند الالفا 1 و4 والالفا 1 و6 جلايكوسايد بوند في داخل الجسم او في داخل الجلايكوجين موليكيول. يبقى يعتبر دلوقتي معظم التفاعلات الموجوده عندنا في السيتوسول ما عدا حاجتين بس، الستريك اسيد سايكل بتتم في الميتوكوندريا، عمليه الاكسديشن اوف البايروفيت بتتم في الميتوكوندريا، الالكترون ترانسبورت تشين بتتم في الانر ممبرين اوف ميتوكوندريا. زي ما احنا اتفقنا انا بعد ما بخلص الميتابوليزم بتاعي بشوف المشاكل اللي ممكن اتعرض لها في الكربوهيدرات، فبعض الديزيز اللي لها علاقه بمشاكل في الكربوهيدرات زي الدايبيتس ميليتس اللي هو المرض السكري، او الجلاكتوزيميا، او الجلايكوجين ستورج ديزيز، واللاكتوز انتوليرانس. دول الاربعه ديزيز اللي موجودين عندي في الجسم نتيجة لبعض ديفيشنسي في الميتابوليزم في داخل الكربوهيدرات ميتابوليزم. وبكده أكون أنهيت معاكم محاضرة النهاردة، يا رب تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بالمحاضرة. يا ريت يا شباب نذاكر أولا بأول وما نضيعش وقت عشان ما تراكمش علينا المعلومات. شكرا يا شباب.